On the female perspective in music. So I just, you know, want to let you guys know that I came at it from an outside, an insider leaving and coming back in. So for me, and for me, Aghani al-Banat or women's music is really where I found a beautiful harmony of a mixing culture. في القاهرة أنا علاقتنا بالنيل فقيرة جدا وما كنتش عايزة أكذب يعني ما كنتش عايزة أعمل حاجة معينة عشان مشروع النيل فده اللي أنا حسيته إن الجنوب بتاعنا فيه مشكلة ودي المشكلة ديت هي اللي خلت علاقتنا فقيرة بجنوبنا وبنيننا وبفولكلورنا وبالتراث بتاعنا وعملت للجيل بتاعي انفصام في الهوية ده اللي بنحاول ان احنا يعني انا بحاول بحس ان احنا انا متعصبه للجيل يعني عشان بحس ان احنا جيلنا مكسر كل الحواجز وعايز يعيد تاني ويشوف المشاكل دي جايه منين فعشان كده كان نفسي اشارك بتراك يبقى حقيقي واحس فيه فعلا ان انا ده اللي انا حاسه تجاه النيل او تجاه المشكله دي Yeah, again.